السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد مبارك سعيد وكل عام وأنتم بخير. وأقدم لكم هذه السلسلة من تعلم اللغة الإنجليزية خاصة باسم الأطفال A New Friend. أيها الأطفال الأعزاء، أقدم لكم النص الحلقة الثالثة من A New Friend. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد مبارك سعيد وكل عام وأنتم بخير. وأقدم لكم هذه السلسلة من تعلم اللغة الإنجليزية خاصة باسم الأطفال A New Friend. أيها الأطفال الأعزاء، أقدم لكم النص الحلقة الثالثة من A New Friend.